العمال هي مرة لها علاقة بفكرة الوقت كشيء شخصي، كشيء هو جزء منه جدا شخصي، وكشيء جزء منه هو جدا كوني. ناصر السالم خطاط ومهندس معماري. معرض أما بعد هو أول معرض أعمله في بريطانيا في دلفينا فونديشن لندن. هو معرض بالنسبة لي جدا مهم لأنه هو بيتكلم على الوقت الحالي. تجربتي الفنية لها علاقة أغلب شيء في الخط، بحكم أنه الخطاط هو يتعامل مع صورة ويعطي أبعاد لصورة الحرف، فبحاول دائما في تجربتي أن أوجد أبعاد وشكل معنى النص. كلمة أما بعد في اللغة العربية هي كلمة مرة مهمة، وكلمة تستخدم في الخطابات الرسمية أو الخطب الرسمية كوظيفة أن هي تفصل المقدمة عن الشيء اللي هو قادم، وفي الغالب الشيء اللي هو قادم بعد كلمة أما بعد لازم يكون هو شيء قد حدث الحصول. بحكم أن هي كلمة تخبر أو تأكد إيش الشيء اللي بعدها، وإحنا في وقت أحس أن إحنا صار عندنا هذا التطلع للمستقبل، ومن كثر ما كل شيء أصبح سريع وتطور بشكل سريع نبحث إن هو نعرف إيش هو المستقبل. وهذه الكلمة هي وظيفتها بما أنها هي تخبر إيش المستقبل، فحسيتها إحنا هي في وقت كحالة انتظار، فإحنا كأننا في حالة أما بعد. عمل واحد ثانية هو لما تشوفه هو أصلا كلمة أما بعد انسحبت صارت بهذا الطول، فهنا صار هو أصبح هو بعد، وأصبح هو مسافة، وأصبح هو صورة اللي ممكن تكون هي بعد واحد ثانية أو بهذه المسافة. وفي نفس الوقت تحديدا عشان هذا العمل هو ينقري من الجهتين، فوقتها تحديد الاتجاه لأما بعد هو في الاتجاه اللي أمامك والاتجاه اللي خلفك يصير في هذا العمل هو ما هو محدد. عمل 1 كيلو في 1 كيلو هو مكتوب بالخط الكوفي المربع، هو معمول هو بشكل كيوب جدا صغير، واسم العمل 1 كيلو في 1 كيلو. فهنا هيكون عندنا إدراك جديد لفكرة الزمن والمسافة، وكيف هي قد تكون هذه 1 كيلو في 1 كيلو في بعد ثاني أو في زمن مختلف عن الزمن اللي احنا فيه. أما قبل هو مشروع كتاب تعليمات عمل فني، تتنقل هذه حقوق العمل الفني تتنقل من الفنان إلى المقتني، يكون له حقية في تنفيذ هذا المشروع ليخلق لي وجود أو يكون هذا العمل ليكون هذا العمل موجود. كتبت الكلمة بطريقة دائرية تقريبا، وعملته كأنه هو نفق بحيث أنه يقدر أحد يدخل فيه ويتنقل من منطقة لمنطقة، ولكن العمل من الخارج هو ميرور أو هو مراية يقدر يعكس لك كل محيط القطع. وهو في نفس الوقت لما يكون بطريقة كأنه نفق فهو كأنك أنت بتتنقل من منطقة لمنطقة ثانية، ممكن تكون في نفس المكان لكن هذا الانتقال بين الماضي أو بين المستقبل أو بين الحاضر والمستقبل، فهو في مرحلة تنقل. عمل التزامن هو عمل يمثل أنه كيف أصبحت المعاصرة هي لحظة مؤقتة في الزمن بهذه الأحداث اللي قاعدة تحدث في نفس الوقت في أكثر من مكان، فأصبح وهذا الإدراك السريع للوقت فأصبح كل شيء معاصر للحظة مؤقتة. يعني بالنسبة للمعرض مهم هو في هذا الوقت، لأنه في هذا الوقت أحس أنه كلنا نعيش حالة انتظار لنعرف إيش هو المستقبل، أو لنعرف كيف حيكون شكل المستقبل في الفترة القادمة. فأحس أنه هذا المعرض هو يعبر عن حالة الانتظار اللي نعيشها، كيف صار فيه لما تقدر تدرك أعمالك من ناحية مفهوم، من ناحية زمن، من ناحية مسافة، من ناحية سكيل. هنا تقدر تفهم إدراك جديد
لحجمك، للمكان اللي انت فيه، لعلاقتك بالكون، لعلاقتك بالطبيعة، لإدراك كل هذه العلاقات اللي هي أحس مرة مهمة يعني.